هؤلاء ثوار مدنيين من قرية مارشمارين ريف معرة النعمان الشرقي، قرروا المقاومة الشعبية بالأسلحة المتطورة، ولدينا بعض الأمثلة مثل هذا الشاب. ما هذا نوع السلاح الذي لديك؟ قاذف ار بي جي. إنه قاذف ار بي جي متطور. وما هذا السلاح الذي لديك؟ مضاد طيران. مضاد طيران. وهذا؟ رشاش بكسيه. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.